الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الاحتفال بتخريج الدفعة السادسة من المعهد الصحي للذكور، دفعة رقيب شهيد سعد إبراهيم عبد الجواد، والدفعة الخامسة من المعهد الصحي للإناث، دفعة رقيب شهيد مصطفى العزب خليل العزب، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. بدأت مراسم الاحتفال بعرض قدمه الطلبة والطالبات بالدراجات الهوائية، تضمن عدة لوحات وتشكيلات استعراضية تظهر مدى الكفاءة البدنية التي وصل إليها الطلاب داخل المعاهد الصحية، كذلك تنفيذ بعضا من صور الأنشطة التدريبية التي يتم التدريب عليها يوميا. وعدد من التمرينات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس، والتي أظهرت الاستعداد القتالي العالي للخريجين من الذكور والإناث على حد سواء. أعقبها عرض لتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالأوضاع المختلفة، أظهرت مدى المستوى الراقي الذي يبرز احترافية الخريجين. تلا ذلك عرض من خلال غرف المحاكيات للمهارات التخصصية التمريضية للطلبة، التي قامت إدارة الخدمات الطبية بتدريب الطلبة عليها، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال عدد من ورش العمل والدورات. أعقبه تقديم فرقة الموسيقات العسكرية المستحدثة داخل المعهد الصحي للإناث عرضاً فنياً وموسيقياً لمجموعة من المعزوفات الموسيقية التاريخية والأغاني الوطنية. وقدمت مجموعات من الطلبة والطالبات من خريج المعاهد الصحية عرضاً عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام في أداء متميز وانضباط عسكري راق، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل عرفاناً بتضحيات شهدائنا الأبرار. وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم أسر الشهداء التي سميت بأسمائهم الدفعات تقديراً لتضحياتهم الغالية من أجل مصر. تلا ذلك إعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج وحصول الخريجين على الدبلوم الصحي العسكري، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد الصحية. وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بإعلان قرار التعيين للخريجين من المعهد الصحي للذكور والمعهد الصحي للإناث بدرجة رقيب ممرض تحت الاختبار،
وقام القائد العام للقوات المسلحة بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الدرجة الثالثة، الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة، وردد الخريجون يمين الولاء. وألقى اللواء أركان حرب أحمد الصيفي رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى أن عمليات التطوير والتحديث لمنظومة العلاج داخل القوات المسلحة في تطوير وتحديث مستمر، انطلاقاً من فكر القيادة العامة للقوات المسلحة التي تولي اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة عمل الخدمات الطبية وتحقيق أكبر قدر من الخدمة المميزة للعسكريين والمدنيين في وقت واحد. وفي نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل فيها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين الجدد وأسرهم، موضحاً أن أبناء القوات المسلحة وهيئة إمداد وتموين القوات المسلحة دائماً ما يضربون القدوة والمثل في التفاني والعطاء وإنقار الذات للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه التمريض في تقديم رعاية صحية متطورة للمرضى. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 2، والذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار. بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بعرض الفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال شرق القناة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، وأثنى على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في المشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكافة الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة. وصلت إلى قاعدة الأسكندرية البحرية الفرقاطة العزيز من طراز ميكو A200 التي تم بناؤها بشركة TKMS بترسانة SBN الألمانية لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية، والتي تعد واحدة من أصل 4 فرقاطات طراز ميكو A200 تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا. وتتمتع الفرقاطة العزيز بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري.
وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لطاقم الفرقاطة على الجهد المبذول أثناء فترة الإعداد، حيث تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي، مشيرا إلى الدعم الكامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتزويد القوات البحرية بعدد من الوحدات البحرية ذات طبيعة ومهام قتالية خاصة من مختلف الطرازات والحمولات لامتلاك قدرات قتالية حقيقية تؤهلها للعمل في المياه العميقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ومواجهة ما يفرضه الوضع الراهن في المنطقة من تحديات كبيرة في مجال الأمن البحري. القوات البحرية خلال عصر السيسي بقت أقوى قوات دلوقتي ودخلت معدات حديثة كتيرة، يمكن طول السنين اللي فاتت دي ما كانش فيه التقدم اللي في القوات البحرية زي دلوقتي، فاحنا بنشكر سيادة الرئيس وربنا يخليه لنا والمصر. يعني من الأربع جهات خطر، فده بالنسبة لنا أمان منتهى الأمان طبعا، حاجة جميلة طبعا. هي دي بداية الأمان، البحر عندنا بداية الأمان. الرئيس عمل كتير، وخصوصا ان هو قائد عسكري فاهم يعني ايه قوة عسكرية، لان السلام والتنمية والاقتصاد لازم تحمي القوة العسكرية. دولة بدون قوة عسكرية دولة ضعيفة، واحنا شفنا العالم كله دلوقتي بيرجع تاني اليد القوية تحمي الاقتصاد. والله ده شرف لنا كلنا كمصريين ان احنا عندنا قوات بحرية بهذا المستوى في عصر فيه كل الدول العربية محتاجة القوة والمساندة، واحنا بكرم ربنا علينا الحمد لله شعب واحد ويد واحدة. والنهاردة يكفي ان في هذه الفترة الصعبة في العالم كله عندنا هذه القوات اللي احنا بنشوفها في البحر، حاجة تفرح فخر لينا والمصر والعرب كلها هذه القوة المستمدة، ويريد كلنا كشعب مصر نحافظ عليها ونكون ايد واحدة، واحنا طبعا قادرين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.